فتح معبر رفح، هو كويس طبعا معايا، كويس واكيد كويس للناس كتيره، لان في ناس متازمه ومتازيه في الموضوع الايه الغلق بتاعه. في حالات تستاهل اكيد، في حالات انسانيه انا اقدر افرق، اقدر اشوف مين يقدر مين يستاهل ان هو يخش ومين لا. العامات الاغلبيه اللي بتخش بيقول لك احنا كنا بنعمل في سينا، او كنا بنتدرب مع حماس، او كنا بنتدرب مع كذا، فدي مشكله. انا رايي لا معلش نمنع، حتى يعني نتمنع حلق مؤقتا لغايه لما الامور تتدبر شويه. لو سياده السيسي شايف ان فلسطين هيدخلوا خير لمصر يدخلهم، شر لمصر ما يدخلهمش. نخلي كل حاجه ماشيه بحرص، نفتح لهم بس كل حاجه تمشي بالمراقبه بالنظام، ومش بالهرجله، وكل واحد طالما اوراقه سليمه وكل حاجه سليمه يخش. ما دام الشرطه والجيش واقفين بيفتشوا الناس اللي داخله واللي خارجه، خلاص ما فيش مشكله. لكن غير كده يبقى لا، يتقفل لو في اي ضرر بالمصلحه العامه لمصر والامن المصري، يتقفل المعبر.